السلام عليكم. دلوقتي هنشوف بعض الأوامر اللي بتسهل الموضوع التعديل. بنلاقي جزء modify في قائمة هوم، وقول له modify element، أي حاجة بتعمل عليها select تقدر تغير فيها زي ما انت عايز. أنا هنا بختار من نقطة، ممكن اختار من line معين بالشكل دوت اهو. طيب ممكن اقول له break element وابدأ اعمل break بالشكل دوت. ممكن تقول له trim multiple وتبدأ تحذف بعض العناصر زي ما احنا شايفين. ممكن اقول له انا عايز change element attribute، تمام، ودي كلها اقدر اغير العنصر اللي انا عايز، العنصر اللي انا اختاره. مثلا اخترت دوت، سيلكت على دوت واقول له ان انا عايز اغير، تمام، واقول له مثلا عايز اغير اللون بتاعه مثلا للون دوت، تمام. خلينا نعمل سيلكت عليه، نقدر نقول له غير لنا اللير زي ما احنا عايزين، غير لنا الستايل، غير لنا الويت، بالشكل دوت. ممكن نعمل سيلكت وممكن نغير الخصائص بتاعته واللير برضو من هنا بالشكل دوت.